نجدد الترحيب مره ثانيه بحضراتكم مشاهدينا. كابتن فؤاد عبد السلام في ضيافتنا النهارده رئيس الاتحاد الاسبق للاتحاد المصري للكره الطايره. كابتن فؤاد خليني كده اسال حضرتك عن برضو احد الملفات المهمه جدا، وهو حفل الافتتاح والختام للبطوله اللي كانت مصر بتستضيفها في ولايه حضرتك للاتحاد المصري للكره الطايره. 5 مليون جنيه؟ لا، هي 4 مليون جنيه. 4 مليون جنيه؟ تمام. المليون ده عندنا. ايوه، دي الورقة دي خاصة بيها. طيب خلاص، حفل افتتاح وختام. تمام. ميزو هيقتلنا النهاردة. حفل الافتتاح والختام لبطولة عالم تحت 23 سنة. اوكي. حضرتك جايب يعني تسوية الفلوس كل حاجة رايحة. طب هو ليه الموضوع ده اتعمل يعني بأمر مباشر؟ ليه؟ هل حصل مناقصات ومزايدات او طبعا كده؟ طبعا الكلام ده كله موجود في الملف، واحمد عبد الدايم اخفاه على الـ على الـ على الهواء اهو. انا ومعالي الوزير خالد عبد العزيز واعضاء مجلس الاداره، تمام، كانوا موجودين، ومعانا هويدا مندي وهناء حمزه، تمام. رحنا لان حفل الافتتاح كان المفروض يحضره معالي رئيس الجمهوريه. مظبوط. اوكي. معالي رئيس الجمهوريه وفخامه وزير الدفاع والانتاج الحربي ولفيف من الساده الوزراء. حصل حاجه معينه فاعتذر. المهندس خالد عبد العزيز بناء على توجيهات من الفريق صدقي صبحي في ذلك الوقت ان الشؤون المعنويه للقوات المسلحه تتولى حفل الافتتاح والختام. حفل الافتتاح والختام لبطوله تحت 23 سنه تحت السنيور. تمام. دي حاجه كبيره اكيد، فليها دعايه خارجيه ودعايه داخليه. المهم ان احنا رحنا وحضرنا ساعتين ونص مع في الشؤون المعنويه، ومعايا معالي الوزير خالد عبد العزيز. بعد 3 ايام جالنا ملزمه او فايل كبير كده في كل حاجه بالتكاليف. طلعت كام؟ 26 مليون. فبعت للمعالي الوزير على الواتساب، قلت له من فضلك ده مبلغ مبالغ فيه جدا، احنا مش كره قدم. قال لي بالفعل تم رفض العرض. رحنا للشركه اللي هي بتنتج لتامر حسني والناس ديت، برضه شركه مميزه وكانت اشتغلت مع الهاندبول في مصر الجديده. قدمت العرض ب 12 مليون. رحنا لشركه ثالثه من اسكندريه كان ب 11 مليون. الشركه الرابعه دي كان عرضها ب 4 مليون. العروض دي كلها عند الاستاذ محمد الكردي وفي الوزاره في مكتب الاجتماعات بتاع معالي الوزير بتتم، وبيحصل عرض زي اللي حضرتك مقدماه هنا بالظبط. ممكن بس اكمل الحته دي للساده المشاهدين. اتفضل. فهو العروض دي ما بتدفعش لان فيها حفل افتتاح وختام. جبنا فيها هشام عباس واميره بيغنوا عربي وانجليزي، وكان ليزر، وكان وفي الختام. بس هو مبلغ كبير. لا 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 خالص. هم 4 مليون 800 يعني ده اطلاقا اطلاقا مش مبلغ كبير. ده مبلغ متواضع جدا حضرتك مقارنه بالحاجات اللي تمت واللي بيتم. كان في لجنه ماليه ولجنه مشتريات ولجنه ملاعب، وكان في حاجات كتير قوي. ريد كاربت بتتفرش، وبعدين احنا بنفرش 4 ملاعب، صاله 1 و2 للمباريات، صاله 3 و4، ومعاها صالتين خارجتين بتاع اتحاد الشرطه وواحده تانية في مصر الجديده يمكن مدينه نصر، دول للتدريبات. على اساس الساعه 12 كله يكون خلص تدريباته. الماتشات كانت بتبتدي من 4 لغايه الساعه 10 بالليل. اللي بيحضر يوميا في مطرب بيجي برضو عشان الجمهور قد ايه؟ 15,000. ما ينفعش اقارنها ببطوله سريه بتتلعب في الاسماعيليه. تمام. بس هو فكره ان تم مقارنه المبلغ دوت بحفلات افتتاح وختام من بعده. طب ما تشوفي حفلات افتتاح وختام قبلها باسبوع. الباسكت كانت بكام؟ كام؟ هو اللي يقول يعني. انا ما مسح... عندك فكره يعني؟ عندي فكره طبعا كويسه. لما عديها ال 20 مليون. فيعني هنا البطوله ولا حفل الافتتاح والختام؟ لا على البطوله وايام البطوله وحفل الختام. دي
انا هنا المبلغ دوت مش انا اللي حددته سيادتك. انت بتقولي هو بالامر المباشر لان انا واخد صلاحيات وزير. اوكي. دي اللي اتكتبت، والجواب ده اختفى برضه من الاتحاد بس جبناه من الوزاره. في تعنت ضد فؤاد عبد السلام. هو اللي ماضي عليه بس علشان نكون شكري حسن كل رئيس الاتحاد الاداره المركزيه للاداء الرياضي. يعني الاستاذ شكري حسن. لا يوجد مانع من تفويض السيد رئيس اللجنه العليا في اعتماد ايه؟ المناقصات والمنافسات والمزايدات. والامر يعني هو ايوه يعني هو ده بيتكلم، واخر سطر هو اللي ممكن اتكلم مع حضرتك فيه، على ان يتم اتخاذ جميع الاجراءات طبقا لقانون 98 لسنه 1998 ولائحته التنفيذيه. تمام. طيب القرارات اللي انتوا كنتوا واخدينها اللي هو بالامر المباشر دي، طب فين ماشي مع اللي فين اللي هو الاربع مناقصات اللي حصلوا؟ الاربع مناقصات مفيش اي حديث عن ان في اربع مناقصات. ما هو دول ما هم موجودين في ملف، لما مشينا سيبنا الملف. الملف ده بعد كده بقى في عهده كابتن احمد عبد الدايم. هنا لما رحت ورديت انا على الملاحظات دي. كابتن احمد عبد الدايم اتصل دلوقتي، احنا كنت بتكلم كده، كابتن احمد عبد الدايم اتصل دلوقتي وقال ان الورق هو حضرتك معاك نسخه منه، ولو ما معيش نسخه من ده ولو محتاجها بيقول ان حضرتك ممكن يبعتها لك المكان اللي انت عايزه. والله انا مش محتاجها لان انا لا اعتقد لما يبقى في ما لو في ورق زي دوت اعتقد حضرتك تكون محتاجها يا فندم. الورق ده الرقابه والمعايير قفلته، ولما جابهولي لما جه الملاحظات جابهولي، رحت له الاتحاد رديت عليه، ورحت للرقابه والمعايير قالوا اللي يرد الاتحاد. لما هو ما ردش رحت تاني اصريت ان هم ياخدوه مني فخدوه. فجه كان استاذ رفعت الصيفي اظن قال لي خلاص يا فؤاد احنا لقينا الورقه والموضوع ده اتقفل، نقدر نرجع للاستاذ بهاء حنفي مدير عام الرقابه والمعايير بالوزارة، ما يبقاش احمد عبد الدايم هو المرسل، هو الوحيد اللي بيلقي الاتهامات ومفيش رد عليها. انا عايز يجي لي جواب ادانة من الرقابة والمعايير، يجي يتقال فيه كذا 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 كذا. انما الملاحظات واللي انا بصربها على الميديا كلها دي الغرض منها تشويه السمعة. فارق كبير جدا ما بين الادانة وما بين ان يكون في ملاحظة. مفيش اتحاد معلوش ملاحظات حضرتك، اكيد لازم يترد عليها. لما بتيجي هنا للملاحظة دهيت هنا في الآخر في فين بتاع الشؤون المعنوية دوت، يعني ده حضره المعالي الوزير معايا. هل ده يبقى بالأمر المباشر حضرتك؟ لا. فين العرض؟ ودول اتناقشوا في مكتب الوزير اجتماع طاولة كبيرة كده، كل رؤساء الإدارات موجودين وانا كنت موجود فيها بحضر، ومعايا اعضاء مجلس اداره كانوا حاضرين برضو لغايه لما استقروا هم على البند. والبند والشركه دي كانت بتصرف سيادتك لما بتنفذ الحاجه الدعايه مثلا من المطار لغايه الاستاد يعدوا باللوح يقول لك اوكي نصرف له، لما يجيبوا المطربين اللي هو اتعمل اغنيه في استوديو مخصوص باللغه العربيه وباللغه الانجليزيه تمام يبقى كده نصرف. الريد كاربت والمنافذ كلها والقاعات بتاعت الحكام وبتاعت غرف خلع الملابس لما تتفرش تحط عليها البنرات، وبعدين الدعايه حوالين الاستاد بيعدوها بالبنر سيادتك. فلما كل الكلام ده بيحصل ده لا وجه للمقارنه ما بينه وما بين بطوله العالم وتقولي ان ده غالي. لا ده انا في اعتقادي الشخصي ان ده انجاز ما يتحولش للاتهام. طيب كل اللي احنا قاعدين بنتكلم فيه ده وكل اللي حضرتك مريت بيه والقصص دي كلها والضغوط، الموضوع يستاهل؟ الكرسي يستاهل؟ البلد تستاهل ان احنا اللعبه بعد ما عملنا فيها الانجازات ده تشوفيها اللي احنا يعني انا جاي هنا بدافع كاني متهم، انما لما لا تيجي تبص خالص العفو ابدا لا ابدا لا لما تيجي تبصي لعشر بطولات افريقيه تشوفي ان الفرقه الوحيده في الاتحاد الوحيد اللي واخد احسن اتحاد على المستوى المحلي احسن اتحاد على المستوى العربي، الفرقه الوحيده او الاتحاد الوحيد اللي راح الاولمبيك جيمز بفرقتين الكره الطائره الفريق الاول وفريق البيتش فوليبول للسيدات، لما تبصي تلاقي ان في بطولتين عالم، واحده نظمناها طلعنا الخامس فيها
على العالم تحت 23 سنة، واحدة طلعنا السادس من 20 دولة في البحرين، لما تبص تلاقي ان كل اللي اتعامل مع فؤاد عبد السلام بنقصيه. طب ليه انا سبت خلاص؟ بس في كفاءات. بس حضرتك برضو اقصيت يعني اللي كان معك علي السرجاني، يعني واضح ان زي مين؟ قولي لي اسماء كده نقولها. يعني في اسامي كتير يعني، بس كده كده اللي حضرتك بتتكلم فيه حاسس ان هو يعني بيبقى ضدك. يا فندم انا لو اقصيت حد ما كنتش جبت النتائج دي. انا ما فيش المره الوحيده لفرقه الانسات الكاميرون فريق عالمي انسات، جبت له كابتن ابراهيم فخر الدين طلع خسران 3-2، منهم كان ممكن يكسب ماتش 3-1، كنا 23-21 في الكاميرون.